السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا في بداية هذه الحلقة بحب طبعا بأرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدي الصحفي بموقع نادي الزمالك. طبعا عايزين نخش في نادي الزمالك، نادي الكيان، نادي العراقة، نادي الوطنية. طبعا نادي الزمالك اسم كبير، عايزين نستعرض آخر الأحداث وآخر المستجدات. وطبعا كان في مشكلة مع نقابة الصحفيين وتم حلها، برضو نستعرضها من خلال الحديث مع الأستاذ محمد مجدي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بالسادة المشاهدين. منورنا حبيبي. وجودك فندم. دلوقتي إحنا عايزين نتكلم في الشق أو في النشاط الإداري. تمام؟ تمام. بالنسبة لنادي الزمالك، وبعد كده إيه نشوف هل في مشاكل في الهيكل الإداري لنادي الزمالك؟ تمام يا فندم، بص حضرتك. اتفضل. منذ تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك 2014 2015 لا يوجد أزمات في نادي الزمالك. تمام؟ ولو إذا كان يوجد أزمات بين المستشار مرتضى منصور وبعض الأقسام فهو دفاعا عن النادي وحقوقه. مش خصومات شخصية ولكن دفاعا على النادي. الخصومات بتوصل احيانا لامور شخصيه، فاهمني؟ هي بتبقى تيجي عن طريق النادي وبتوصل لامور شخصيه احيانا، بس المستشار مرتضى منصور يعني هو قادر على حل اي ازمه يقع فيها نادي الزمالك منذ توليه. انا بس عايز اوضح للناس او جماهير الزمالك بصفه خاص ان قبل تولي المستشار مرتضى منصور من سنه 2004 حتى 2014 10 سنوات عجاف في تاريخ نادي الزمالك لم يتحدث احد. تمام. فاهمني؟ رغم ان لا يوجد بطولات ولا يوجد انشاءات ولا يوجد اي، بس عايزين برضه نتكلم عن البنيه التحتيه، لان الزمالك بقى شكل حاجه جميله طبعا، حاجه تليق باسم نادي الزمالك. والله وحاليا نادي الزمالك يمكن من ارقى الانديه الموجوده في الشرق الاوسط. تمام. هذا برضه بفضل الله ثم المستشار مرتضى منصور. وبفضل طبعا بوجود صاله جمباز دوليه. جمباز دوليه طبعا. تمام شويه اثنين صاله. اثنين اولمبيه. تمام. اولمبيه. وبنيه تحتيه على اعلى مستوى. تمام. ثم 18 حمام سباحه تم انشاؤهم داخل النادي. تمام. غير الانشاءات اللي بتتم حاليا. يعني في تطور ملحوظ وفي يعني كل يوم كل يوم في تطور. تمام. داخل نادي الزمالك. واللي الناس مش قادره تفهمه يعني بعض جماهير الزمالك بتدخل في خلاف عن طريق السوشيال ميديا مع المستشار مرتضى منصور. تمام. انا بس عايز اسال سؤال. اتفضل. هو قبل مرتضى منصور مع احترام لحفظ الالقاب كان نادي الزمالك فين؟ على المستوى الانشائي وعلى المستوى صراحه ما كانش الانشاءات بهذا الشكل الجيد والرائع. ده اللي انا بتكلم فيه، فاهمني؟ جه الراجل اشتغل وجه اول ما تاني يوم نجح في الانتخابات بدا وزع الملفات على مجلس الاداره. مسك ساعتها كابتن اسماعيل يوسف الملف الاداري مثلا والرياضي. مسك مثلا كابتن هاني زاده الانشائي مع استاذ احمد مرتضى. وكذلك ووزع كده ايه، كان في تسلسل توظيفي لكل الاختصاص، فاهمني؟ مفيش يعني مع احترامي للجميع، مش مرتضى منصور ما بيشتغلش لوحده. تمام. لا بوزع شغله وماشي تمام. روح الجماعه بقى اللي بتنجح اي منظومه. بالظبط. بس للاسف هناك اعلام مش عايز اقول مندس ولكن يعني متربص بنادي الزمالك في شخص مرتضى منصور. ولكن مش كل الاعلام. لا مش كله طبعا. مش كل الاعلام. في اعلام محترم يحترم ويحترم رايه. هو المستشار مرتضى منصور ما بيزعلش من النقد. ولكن بيزعل بس النقد البناء. الاساءه بالنقد. او النقد البناء. بالظبط. تقبله باحترام. فاهم حضرتك؟ يعني ممكن انتقدك. فاهمني؟ بس يعتبر ايه؟ اوصل لك معلومه ممكن تفيدك. تمام. فاهمني؟ في مشوارك. ولكن الاحيان النقد حاليا دلوقتي بيوصل لخلافات شخصيه. تمام. وهو ده الذي لا يتقبله المستشار مرتضى منصور. انا عايز اوضح لجمهور الزمالك ان المستشار مرتضى منصور لا يدخل في خلافات شخصيه لشخصه ولكن دفاعا عن نادي الزمالك. طيب احنا عايزين نستعرض المشكله اللي كانت قائمه بين نقابه الصحفيين والمستشار مرتضى منصور. كل الاحترام لنقابه الصحفيين. تمام. ورئيسها ونكابها الاستاذ ضياء رشوان. وتم الاعتذار بالفعل؟ لا مش ما فيش اعتذار، ما حدش غلط في حد. تمام. كان سوء تفاهم واتحل امبارح، فاهمني؟ كان في هناك اجتماع امبارح. او بالظبط هناك اجتماع، حصل اجتماع امبارح تولاه رئيس وزير الشباب والرياضه. تمام. الدكتور اشرف صبحي، والحل الحمد لله تمت حل الازمه امبارح وانتهت على خير الحمد لله، ما فيش اي خلاف دلوقتي خالص. الا بعض المنتمين للاسف لنادي الزمالك هم الذين يصنعون هذه الخلافات. فهمني؟ يعني ليس طرف اخر ولا اي اطراف اخرى داخل مصر
ولكن المنتمين نادي الزمالك فقط. تمام. وهم عارفين بالاسماء بدون ذكر اسماء. تمام. جماهير الزمالك كلهم عارفينهم. انا بس عايز اقول لحضرتك ان مستشار مطالة منصور منذ توليه الزمالك حاصل على 10 بطولات لفريق كره القدم فقط. تمام. بواقع بطولتين كل موسم. تمام. كان فين العشر سنين الوجاف اللي قبل كده؟ دي حاجه. 8 بطولات متتاليه افريقيا ومحليا للهاندبول. تمام. وكذلك جميع الالعاب الاخرى تم تطويرها بعد ما كانت بتهبط بشكل يليق باسم نادي الزمالك. ايه؟ بشكل يليق باسم نادي بالزبط. الزمالك بالظبط. فاهمني؟ لا يليق طبعا. نادي الزمالك يعتبر هو قطب من طبعا الزمالك هو النادي الوحيد بالزبط. بالطبع ممكن. عشان بالرغم ان احنا زملكاويه. تمام. النادي الوحيد اللي صعد لبطوله كاس انديه العالم اول فريق والتي لم اول فريق عام 2002. تمام. وطبعا ما ننساش حصل مشكله في الشركه الرعايه ساعتها وتم اعتذار من الزمالك. انفراد دي انفراد بينكتب باسم نادي الزمالك بالظبط. تقام المباراه تقام البطوله او حضرتك في نفس السنه الزمالك حصل على افضل نادي في العالم في فبراير 2002. افضل نادي في العالم لانه كان حاصل على 7 بطولات في موسم واحد. تمام. تمام. فانا بس اللي مش عارف جمهور الزمالك بس عايز اوصل له معلومه. انت فين يعني مع احترامي ليك انت عايز ايه من مرتضى منصور؟ يعني الفرق بينك وبين الجمهور المنافس التقليدي ان هم بيساندوا القرار مجلس الاداره. تمام. ضد اي حد. وهو دي الفرق بين قوه بين الناديين. الجمهور عندنا احيانا يتعاطف مع لاعب وده خطا. تمام. انا ما اتعاطفش مع لاعب ولا قضيه لاعب امام رئيس النادي لان رئيس النادي هو رئيس المنظومه كلها. تمام. فاهمني؟ بس هو دي القصه كلها في طب احنا عايزين نتكلم عن الشق الفني وطبعا اخر اخبار المباريات ان شاء الله في المرحله المقبله. والله هو دلوقتي في فتره توقف. تمام. طبعا كان حصلت بعض مش عارف برضو جماهير الزمالك متخوفه من مستر ميتشو. تمام. رغم ان مستر ميتشو بدا ببطوله كاس مصر وباداء جيد جدا وبالورقه والقلم والارقام هو مستر ميتشو مش ناجح لحد دلوقتي. صعد دوري مجموعات. تمام. دوري ابطال افريقيا بس معلش برضه الاداء الاداء حضرتك الاداء بيجي. انا جيت عملت سقفت لمستر ميتشو بعد نهائي كاس مصر على فريق يعتبر هو من اقوى الفرق المصريه بيراميدز. تمام. ولكن الزمالك ساعتها عمل ملحمه كرويه محترمه. تمام. يستحق الاشاده بها. وساعتها برضو بعض جماهير الزمالك مستر ميتشو رقم واحد ونسينا وادار المباراه بيراميدز بالصدار طبعا ونسينا. ولكن يعني في تفاوت بين المستوى والاداء ده حصل من بعد ماتش السوبر. فكر المدرب مش عايز اقول بس ارميها على اللاعبين ولكن لا 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 المدرب برضو في لعيبه مؤثره بعض التفاوتات ومع احترامي ليك في لعيبه مؤثره وهناك لعيبه لا تستحق وجودها داخل نادي الزمالك. تمام. بامانه مستر ميتشو لما بدأ بخطة محترمة كان بيلعب 4-3-3 4-3-3-1. تمام. وبدأ كان عنده بعض المشاكل في الغيابات بعد كاس مصر وحصل بعض الإصابات. فاهمني؟ يعني دلوقتي مستر ميتشو ما عندوش ديفندر طارق حامد وفرجاني ساسي. تمام. مين هيلعب مكان ده لو واحد اتصاب؟ ما فيش. محمود عبد العزيز رباط صليبي. طب محمد حسن مصاب بقاله ساعتين. عايزين اخبار كده برضو عن نادي الزمالك. والله بص هو دلوقتي انا مستر في فتره توقف فعلا. تمام. واخر اخبار اصابات مشاكل داخليه تطورات في اداء الفريق المباريات الوديه في خلال فتره التوقف. اللي اختلف في نادي الزمالك دلوقتي ان لو في مشكله النهارده تتحل بكره. فاهم قصدي؟ مع مرتضى منصور. لو في خلاف مع اي حد بيخلص تاني يوم مفيش اي حاجه. اي ازمه بتضر النادي بتخلص على طول مفيش مشاكل. يعني التغلب على هذه المشاكل وفي فلوس وفي كل حاجه. فاهمني؟ مفيش اي ازمه تخص الفريق ولا اذن. بس هي القصه كلها في الجماهير. الجماهير احيانا بتتعاطف مع اللعيبه على حساب الاداره. والا ما كناش شفنا بعض التويتات وبعض المنشورات على الفيسبوك وعلى تويتر. فاهمني؟ حصلت من بعض اللعيبه. بس ده نابع من حب الجمهور للاعب. ما هو ده الاختلاف. بس انا دلوقتي انا ما احبش لاعب مع احترامي ليك اللاعب موجود النهارده وبكره وبعده ماشي. تمام. تمام. ولكن الاداره النادي قائم. النادي أنا قائم كده. انا عايز اعمل للنادي. انا بحب نادي الزمالك. تمام. يعني الانتماء ماليش دعوه باشخاص. بس معلش في الفتره الحاليه اللي احنا لبس فيها استاذ محمد في الفتره اللي احنا فيها ديت معلش في كافه الانديه الانتماء لا يوجد انتماء لاي لاعب لنادي ولكن المقابل المادي هو الهدف الاساسي. ده احتراف يا فندم. وطبعا احتراف اكيد طبعا لكن الانتماء كان زمان مش دلوقتي خلاص. لكن حاليا دلوقتي اتظاهر ان انا انتمي لنادي
من 2004 من 2004 لا يوجد انتماء. انا بلعب من اجل هذا. تمام. انت بتديني كذا النهارده، النادي ده بيديني اعلى، لا هروح للنادي ده. حتى لو كان الفريق منافس. ما فيش حاجه اسمها قميص وتيشيرت لا خلاص بقى انتهت. خلاص انتهت فعلا من 2004. كان اخرها 2004. دلوقتي ما فيش الكلام ده. ولكن يعني انا عايز بس ايه اقول لحضرتك ان في بعض التدعيمات لازم تتم في الفريق الكروي الاول خلال شهر يناير القادم. لازم اثنين راس حربه. تمام. لازم من ضمنهم عوده كامونجو كاسونجو. تمام. تمام. لان الزمالك فقد كثير في هذا المركز بعد منذ رحيل كاسونجو. وكان لاعب بسم الله اداء رجولي واداء عالي. وتم قدوم خالد بوطيب اللي عايز اوضحه بس لجمهور الزمالك. تم قدوم خالد بوطيب من ضمن 20 لاعب عرضوا عليه على مستر جروس. اختار خالد بوطيب. يعني عرض عليه 20 لاعب 20 مهاجم. هو اختار خالد بوطيب. وانا هو امكانياته بس هو محتاجين الصبر على هذا اللاعب. والله يا الفريق كله دلوقتي هي القصه كلها حاله نفسيه لا خلاف على ان لعيبه الزمالك. طب انت معايا ان يبقى في طبيب نفسي في الفريق؟ والله كانوا بيستخدموها زمان بس ده حاليا ده اوروبا مستخدماها حاليا. ما انا عارف. كانوا بيستخدموها زمان عندنا في الدوري المصري. ولكن دلوقتي يعني انت المفروض اصلا لاعب كبير. ايه اللي هيأثر عليك نفسيا؟ اكيد في عوامل طبعا. انت بتلعب في نادي الزمالك اذا كان داخليه او خارجيه. انت بتلعب في نادي الزمالك محتاج ايه تاني؟ تمام. وصلت لك كل المعامل. انت بقى مش لاعب طموح، دي حاجه تانية. فاهم قصدي؟ مش هقول لك العب من اجل الفانله ولا لا، بس على الاقل يعني حضرتك كل واحد مننا بيشتغل في شغلانه بيقول لك يعني اعمل بالاجر اللي انت بتاخده. تمام. تمام؟ احنا عايزين كده بس مش اكتر، اتعب عشان خاطر وراك ملايين بتشجعك وكذلك. انت بتدور الاداره وبتدور الجهاز الفني وبتدور كذا، مع انك انت اللي خدت الكاس وانت اللي كنت بتنافس لاخر ماتش على الدوري. تعتبر انجازات كبيره للسيد المستشار مرتضى منصور طبعا. هو في ما بيبخلش يا فندم. فاهمني؟ هو قاعد دلوقتي اصلا، هو دلوقتي يعني المفروض اصلا في مكتب، ما بيشتغلش في مكتب محاماه. فاهمني؟ هو دلوقتي خلاص شغله شاغل النادي. وامير مرتضى منصور، امير مرتضى منصور استاذ امير صراحه عامل مجهود طيب جدا. هي صفقه قويه جدا لنادي الزمالك. الحب النابع لنادي الزمالك حاجه كبيره. وبيحل مشاكل كتير للعيبه. ما عشان ويجب على اللعيبه. انا لو بحب اي شيء اكيد هتلاقي. بس يجب على اللعيبه ان تقف يعني. فاهمني؟ ما تاثرش رقبه الناس، يعني هو حل مشاكل كتير جدا امير مرتضى منصور، ولكن هو ما بيحبش يعلن. تمام؟ مش لازم اطلع اعلن في الاعلام. مش شرط الاعلام. والكلام ده. ده العقل يعني العقل الراجح يعني ايه قمه الاداره زي ما بيقولوا. اللي انا طبعا ما ينفعش ان انا اوري الناس الحاجات الايجابيات اللي انا بعملها. بالظبط. تمام. ولكن دي بخليها في الغرف المغلقه. ايوه. بيتم حل جميع المشاكل. تمام. انت بقى لعبت عن سوء السلوك وكتبت تويته او منشور او بوست. تمام. دي حاجه ترجع لك انت. تمام. الاداره مش مسؤوله عن ذلك. فاهم قصدي؟ تمام. طيب ما فيش مباراه مقبله وديه لنادي الزمالك حاليا؟ في معسكر. في معسكر ان شاء الله يتحدد خلال ايام. هو النادي دلوقتي في راحه 6 ايام. يعني في راحه في فترات راحه للاعبين وللجهاز الفني 6 ايام. عدى منهم 3 ايام دلوقتي. تمام. فاضل 3 ايام هيجتمعوا ان شاء الله في النادي. وانا يعني على اعتقد ان المعسكر هيكون في الامارات يا اما في السعوديه. بس الاقتراح الاول الامارات. تمام. يعني ممكن يكون المعسكر في الامارات او في السعوديه. بس الاقتراح الاول الامارات. تمام. تمام. اللي عايز اوصله برضه تاني لحضرتك يعني يا ريت جماهير الزمالك ما تستعجلش. تمام. يعني احنا قعدنا فتره نتكلم على مستر ميتشو. عجبنا يعني الجميع اشاد بادائه داخل المنظومه الكرويه في مصر. تمام. وتوقعوا الكثير منه. راجل بيعمل عمليه روتيشن بين اللعيبه. وده اللي احنا كنا بننتقده في مستر جروس الموسم الماضي. تمام. تمام. برضه بالنسبه لمستر جروس، مستر جروس مرتضى منصور ما مشاهوش، هو عقده انتهى. الجماهير مش قادره توصل. انا عاوز بس الجماهير تقعد بينها وبين نفسها، انت عاوز ايه من مرتضى منصور؟ بس خلينا صراحه استاذ محمد، خلينا صراحه شويه. الشكل اللي مشى بيه جروس ما كانش يليق بوضع هذا الاسم المدرب ولا يليق باسم نادي الزمالك. حضرتك هو عقده انتهى يوم 30/6. يوم 1/7 كان في نادي الصيد. تمام. بيلعب ماتش خماسي او دوره رمضانيه، كان في دوره رمضانيه. تمام. بيلعبوا ما فيش حاجه في دماغه. تمامني. وبعدين مش يعني هقول لحضرتك على حاجه، مرتضى منصور مع احترامي لحفظ الالقاب مش هتفرق معاه هو يكرم مدرب ولا لا. تمام. بس انا بقول لحضرتك بصراحه المدرب كان عنيد. فاهمني؟ بطريقه غريبه، وبعض اللعيبه كانت بتشتكي منه. تمام. فاهمني؟ وهو كان بيشتكي من بعض اللعيبه.
منهم اللاعب الراحل دلوقتي او اللي يعتبر خارج البلاد دلوقتي. تمام تمام. فمش عايز استعجال فاهمني. انا دلوقتي في شايف نادي الزمالك ما بيطلعش موسم بدون بطوله في جميع الالعاب تمام. ولكن انا عايز اقف جنب اداره النادي الزمالك. يعني انت كواحد كمشجع اقعد ما بينك وبين نفسك كده خمس دقائق. انت محتاج ايه من مرتضى منصور لما بيطلع لك كل موسم بطولات؟ تعالى قارن بينك وبين النادي التقليدي دلوقتي خلال اخر خمس مواسم، شوف مين الاكتر. تمام. حصل على البطولات. ولكن هم بيدعموا بعض. جماهير النادي التقليدي بدعم فريقها كويس جدا وبتدعم ادارتها حتى لو كان القرار خاطئ. ولكن عندنا احنا لا، هو انا انتقد مرتضى منصور. هم يعني متخيلين ان القرار بيبقى انفرادي بدون تشاور. لا مش موضوع انفرادي. ما هو لو يعني لو انفرادي ووصل لهذه الانجازات فانا عامل له تمثال داخل نادي الزمالك. تمام. لو هو حقيقة فعلا الانجازات بينه والتطورات وشكل نادي الزمالك له شكل اخر. ناخد بطوله دلوقتي يبقى المدرب واللعيبه لو ما خدناهاش نسيب مرتضى منصور؟ لا طبعا. طب ده منطقي؟ مش مقياس طبعا. انت وفي بعض الناس للاسف برضو بيبقى اختلافها السياسي بتدخله في الرياضه وبتعمل من جماهير وبتدخل ده في ده وبتكره كذا عشان خاطر الاختلاف السياسي فبتدخله من جانب الرياضه يعني. تمام. انا ما اعتقدش النادي الزمالك ناقصه ولا في اي ازمات ولا حاجه. تدخل النادي دلوقتي في انشاءات كثيره تمام. النادي النهري بالعجوزه تطور على اعلى مستوى. داخل النادي دلوقتي بتعمل اثنين فنادق تمام للعيبه 48 جناح فاهمني، بابهم من جامعه الدول العربيه داخل النادي. توفير المعسكرات. انا مش عايز اعمل معسكر. تمام تمام. بس انا مش عايز اعمل معسكر. انا كل يوم بعدي دلوقتي في النادي الاقي الشوار واقف هنا، واقف هنا بيعمل حاجه، في حاجه انا مش عاجباها بيعيدها تاني. طيب ده بالنسبه للجانب الاعضاء والجانب الانشائي بس برضو كجمهور خالص. والله خالص ما بيلمش ما بيلمش. يعني الناس المفروض برضو تعرف برضو ان الراجل ده برضو قلبه على نادي الزمالك. ما هو ده اللي انا عايز اوصله للجماهير الموجوده يا باشا. في بعض برضو ايه الاختلاف مع مرتضى منصور. تمام. انا دلوقتي شايف برضو ان مرتضى منصور هو ممكن يريح نفسه. يعني مثلا بعد اذن يعني انا شايف مثلا بس انا شايف في هذه الفتره ما ينفعش. والله بص اقول لحضرتك على حاجه. انا ممكن اقول لحضرتك كروشيه بتاع نادي الزمالك. تمام تمام. هي يجي مستشار مطار منصور لما جه 2014 2015 جبت مجلس الاداره عملنا اجتماع قسمنا بعض الملفات كلها وسلمت. وانا كرئيس نادي الزمالك هقعد كده يا باشا في مكتبي واحاسب جميع اعضاء مجلس الاداره. تمام. انا دلوقتي حضرتك انت عملت ايه في الملف بتاعك ونجح مشروع مطار منصور من كده 2014 2015 واحد. انا نفسي يعني نفسي مشروع مطار منصور يعمل كده، يجي يوزع الملفات تاني، يعمل لجنه فنيه باجر، ما تقوليش من غير اجر، مع احترامي ما فيش حاجه اسمها انتماء، باجر عشان هو تيجي تحاسبه والراي العام الزملكاوي والجماهير تحاسبه اخر الموسم. تمام. انما تشغل من غير اجر. تمام. بعد اللجنه دي الفنيه هي تختار كل اللي تختار بقى اللعيبه اللي جايه واللعيبه اللي راحله بالتشاور مع المدير الفني المتواجد. تمام. تمام. وابعد خالص عن الفريق برضه كعاتب يا مشروع مطار منصور ان هو يعني مهما يكن ما اتكلمش على لعب في عبر الشاشات ولا عبر اي حاجه، ما اتكلمش على لعب خالص، حل كل الازمات داخل الغرف المغلقه. تمام. مش عايز الاعلام ياخد اي خبر عن، وخصوصا ان الاعلام اصلا متربص لخبر داخل الزمالك. انا عايز اقول لحضرتك ان بس هو بيعالج هذه المشكلات. خلي بالك حتى لو تعرض على الهواء بيعالج هو وامير مرتضى هذه المشكلات. والاستاذ امير برضه هو ليه امير مرتضى خلي بالك ليه يعني يعتبر الازمات معظم الازمات قبل ما توصل لمستشار مرتضى بتكون محلوله يعني. ولكن بتوصل على اتخاذ القرار للمستشار مرتضى. تمام. انا بس مش عايز نستعجل في الرد على نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج تدعيمات. محتاج تدعيمات كتير جدا في مراكز كثيره. تمام. وممكن اقول لحضرتك بالاسم انا كواحد يعني اختار تشكيله نادي الزمالك او احضر لعيبه ممكن تيجي في الميركاتو الشتوي. احطها لك. تمام تمام ماشي. عمر جابر اللي انت بتتوقعه وبعدين بختار لحضرتك لاعب ممكن جوكر ممكن يلعب في كذا مركز انا محتاجه. يعني انا محتاج عمر جابر. عمر جابر بيلعب باك رايت وبيلعب ديفندر. بس هذه الرؤيه بتسند فقط وبيلعب باك ليفت للجهاز الفني. ولكن احنا مثلا بنتوقع او انا باجي اختار لعيب. تمام. بختار بشوف اللعيب ده فيه شخصيه البطل. شخصيه اللي هو ممكن ياخد بطوله. يعني انا مش عايز اجيب عدد لعيبه فقط لا غير، ما يعني اجي اخر الموسم الاقيش الاقي ثلاث ارباع ما بيلعبوش. لا انا عايز لعيبه تمثل نادي الزمالك حتى لو هجيبه السنه دي يجيب لي بطوله او بطولتين ويمشي السنه دي ويتكل على الله ويجي غيره. تمام تمام. بس مش عايز ايه يجيب عدد على الفاضي. وهو الراجل بيجيب وفقا للجنه فنيه ما بيجيبش من دماغه.
خلي بالك، عشان برضك الجماهير اللي بتقعد تتكلم على موضوع السمسره ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده خالص. مرتضى منصور رفض $1,000,000 او حول $1,000,000 كانوا جايين له هديه من تركي آل شيخ لنادي الزمالك، فاهمني؟ دي لفته كويسه طبعا. مرتضى منصور صوته عالي عشان ما حدش ماسك عليه حاجه وهو ما بيعملش حاجه غلط، فاهمني؟ انا قريب قريب من امير مرتضى. التعصب بالنسبه للناديين، خلينا صراحة، الاهلي والزمالك، القط والفار، هتوصل لمدى يعني؟ عايزين والله نتمنى ان شخصيه قياديه في الاهلي يتغلب تحفيل من الزمالك، الزمالك يتغلب تحفيل من جانب الاهلي، كل ده تعصب، التعصب ده يعني بيوصل لمرحله انغلاق، ممكن اعمل حاجات يعني مش حضرتك. من حوالي سنتين او ثلاث سنين، تمام، كان هناك خلاف حاد بين استشاري مرتضى منصور والكابتن احمد شوبير، تمام تمام. مين اللي حله؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي في 60 ثانية، صح تمام. انا اتمنى ان يكون في شخصية قيادية في البلد، تمام، تجيب الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور، المطلوبة فعلا، المطلوبة في هذا الوقت. انا مش عايز خلاف، انا عايز، بص، عايز التنافس يكون داخل المستطيل الاخضر، تمام، فقط مش عايز في الاعلام. وبعد برضه مع احترامي انا عاتب على كذا حد في النادي الاهلي، منهم الكابتن سيد عبد الحفيظ، الاستاذ عادل القيعي، الاستاذ ابراهيم المنيسي، تمام، وهو صحفي كبير، تمام. ولكن يعني بقيت احس ان البرامج دلوقتي معظمها افتعال ازمات. انا بطلع عشان اقصف جبهه، افتعل ازمه عشان اخد حاجات كتير على السوشيال ميديا، مشاهده كتير وتفاعل كتير جدا، تمام. ولكن الازمات دي بتعمل خلاف وبتخلي يعني بتخلي المنظومه الرياضيه في مصر ملتهبه، تمام، بتؤدي ان المنتخب الاولمبي دلوقتي ممكن يلعب بطوله افريقيا داخل مصر بدون جماهير، تمام، فاهم قصدي؟ ولكن طيب، في يا استاذ محمد، في اخبار عندك يعني قبل ما نختم هذه الفقره، في اخبار تخص نادي الزمالك في والله بص هقول لحضرتك هذه الفتره بالنسبه للاخبار الفنيه، اذا كان فنيه او اداريه او تخص نادي الزمالك، بص هقول لحضرتك في اي لعبه، اذا كان طبعا فنيه ان شاء الله قناه الزمالك ان شاء الله تبث قريب جدا، تمام. ولكن اقول ودي برضو انجاز يحسب لمستشار مرتضى منصور، تمام. ولكن انا دلوقتي التدعيمات، انا زي ما اقول لحضرتك لازم اعمل دلوقتي روشته علاج لنادي الزمالك. ايه هي روشته العلاج؟ ابدا من فوق الاول، لجنه فنيه، تمام. المستشار مرتضى منصور، انا يعني عايز المستشار مرتضى منصور يخش المستطيل الاخضر، يسلم على اللعيبه، يهنئهم ان هم خدوا بطوله، تمام، او قبل مباراه مهمه، تمام، اكيد بيحفزهم، اكيد بيزورهم، بيحفزهم قبل مباراه مهمه او في اخر تدريبه. انا برضو عايز اقول له يعني هو المشكله ان هو يعني متواضع جدا. انا عن نفسي شخصيا انا يعني بتعلم منه التواضع، تمام. تمام، انا عايزه ما فيش لاعب يوصل لمرتضى منصور الا لما بص يطلع اخر سلمه، تمام تمام. ابدا باستاذ امير، بعد كده الكابتن اسماعيل يوسف، بعد كده اوصل لمرتضى منصور لما يكون الازمه كبيره جدا ومالهاش حل، تمام. ولكن دلوقتي اي لاعب دلوقتي بيتصرف من دماغه، يطلع على يحل مشكلته او يعرضها على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا طبعا اعلام منتظر ياخدها يتربصها، يعمل عليها موضوع وحلقات وقصه وتخش في خلاف، تمام. التدعيمات اللي لازم تتم في نادي الزمالك، انا بقول لحضرتك على الشكل الفني، لازم اجيب بالاسامي عمر جابر، عماد نبيل دونجا. طب برغم تواجدك في نادي الزمالك ليه النهار، مفيش مفاجات كده ليناير ان شاء الله؟ انا بقول لحضرتك هي في مهاجم افريقي المفروض يعني، تمام، ان هو خلاص على وشك بجانب عوده كاسونجو مع رحيل خالد بوطيب، تمام، فاهم قصدي؟ طبعا يا كابتن محمد، صراحه يعني اخبار جيده واخبار كويسه، ونادي الزمالك نادي عريق، نادي طبعا، نادي الكرامه، نادي الوطنيه، الزمالك اسم كبير في الوطن العربي وفي مصر. طبعا في هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي الصحفي بجريده نادي الزمالك، شكرا جزيلا كابتن. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. هنطلع لتقرير، اتعملنا التقرير ده طبعا احنا زي ما قلنا برنامج ملاعب بلدنا بيهتم بجميع اللعبات ولا يقف على لعبه كره القدم فقط، ولكن طبعا ذهبنا لمحافظه البحيره باستاد دمنهور ولقاء او عملنا تقرير مع متحدي الاعاقه الكابتن سمر، عامل مجهود جبار بمحافظه البحيره، والمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه بيتمرنوا في الاستاد، عندهم اقبال عشان يبقوا زي الاصحاء بالنسبه للعب، واخدين بطولات اذا كانت بطولات جمهوريه
او بطولات عالميه، وطبعا حدث جيد في نادي او في استاد دمنهور او في محافظه البحيره. هنطلع لهذا التقرير ونستقبل ضيوفنا الكرام الكابتن حماده الجمل المدير الفني السابق بنادي الهلال السوداني، والكابتن وجدي علوة محللنا الرياضي للقسمين الثاني والثالث. والله بطولة الجمهورية اللي فاتت كانت أول بطولة ليا، طبعا جبت أول قرص أول جلة. تاني بطولة كانت بطولة الكاس، كاس مصر، جبت فيها 2 ذهب جلة وقرص. والله أنا مش مكتفية بيهم، يعني زي ما بتقولوا طماعة، طماعة في الرياضة مش طماعة في حاجة تانية، طماعة اللي أنا عاوزة أوصل لهدف كويس. بفضل دي كانت اول بطوله ليا الفضه، والفضه دي هتفضل معايا طول العمر وتفكرني ان انا مش ضعيفه، ومفيش بنت في العالم كله ضعيفه. والمعاقين، لا معاقين ايه، احنا اقوياء، احنا مش معاقين. زي ما انت شايف دلوقتي لعيبه الكره موجوده، حد من المعاقين او حد من التعبانين بتيجي فينا. يعني واحده من زمايلنا دماغها لحد دلوقتي تعبانه من كوره، تهتموا بينا شوية. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا زي ما قلت لحضرتك اسمي سومة محمد الجنايني، بلعب هنا من زمان خالص، من تقريبا من وأنا عندي 16-17 سنة. حصلت على الحمد لله مراكز كتير، بدأت بالتاني وبالتالت والحمد لله ختمتها بالأول، بقالي بطولتين أو ثلاثة بجيب أول ورا بعض. والحمد لله يعني الكابتن حسن الحلاوي، الفضل لله الاول وبعدين كابتن حسن، هو اللي دايما في ظهرنا وبيشجعنا. وان شاء الله نامل ان احنا نقدم حاجه كويسه ونثبت للعالم كله ان احنا يعني مش ذوي اعاقه، احنا ذوي طاقه، ناخد ونحط في جيوبنا. احنا عايزين دعم في الملعب، دعم في الامكانيات بتاعتنا علشان نقدر نتمرن كويس ونوصل. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بأقل الامكانيات بنروح وبنشرف البحيره كلها وبنجيب زياده عن ال 30 ميداليه ما بين الفضه وما بين الذهب. لنادي متحدي الاعاقه اللي احنا فيه دلوقتي كانت في مشاكل حصلت، وبعدين الحمد لله تم انشاء النادي فعلا، وافتتح في 2018 في عهد سياده اللواء هشام امنه محافظ البحيره، بحضور الدكتور ابراهيم خضر مدير عام المديريه، والنائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب وهي من المعاقين ورئيس مجلس إدارة. أنا حاصلة على مركز أول بطولة، حاصلة على ذهب وفضة وبرونز، أنا لاعبة رمح وجرس. جت البطولة كانت في القاهرة في المركز النادي الأولمبي بالقاهرة، وحاصلة على ميداليات اللي مركز أول. البطولة اللي فاتت دي جايبة 2 ذهب. إحنا لما يبقى لعيب سوي، لعيب سوي وتعمل له ملعب وتعمل له مكانه زي دي، ودي لعيبه بنحطها على كرسي وبنربط، انت هو بيطلع بياخد مركز رابع وتني جاي، بياخد مركز خامس وتني جاي، انا بنطلع نحصل على ميداليتين ذهب وكرسي ومربوطه وعندي تحدي وإرادي. ليه ما تحفزني؟ ليه ما تدينيش حافز ان انا نديكي ملعب؟ نوفر لك كل الحياه، انت بتوفر له كل الحياه، انا بنيجي نلعب الملعب نرمي رميتين وعشان نطلع يلا خلاص كل حاجه. ده المفروض احنا لنا الرئيس، رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لك المعاق ثم المعاق ثم المعاق. وليه؟ والله هو ناحيه المبنى الحمد لله المبنى بتاعنا كويس جدا و10 على 10 ما فيش اي حاجه، بس هي لما نتكلم كعام كرياضه المعاقين عام يعتبر مهدور حقها ايه في الدوله، يعني ما فيش السيستم اللي هو ايه يكافئ اللاعب. يعني بص تلاقي اللاعبين، يعني احنا عندنا ناس في المنتخب وناس بتوصل وعندنا لاعبين حلوين كويسين، بس الحافز المادي لهم يعتبر ميت بنسبه
ورجعنا لكم تاني. طبعا ده كان تقرير من محافظة البحيرة لمتحدي الإعاقة. طبعا الحماس وحاسين ان في حاجة، بيمارسوا الرياضة زي الطبيعيين في الملاعب. طبعا بنشكر هذا المجهود من الأستاذ إسلام طايل طبعا لعد هذا التقرير، وبنشكر طبعا البطلة سمر اللي محققة أو هي صاحبة الفكرة، وهي بطلة للجمهورية لمتحدي الإعاقة في لعبة دفع الجلة. طبعا انضم لي في الفقرة الثانية في الاستوديو الكابتن وجدي علوة محللنا الرياضي للقسمين الثاني والثالث، وطبعا معه الكابتن حمادة الجمل المدير الفني لنادي الهلال السوداني الصابر. اهلا وسهلا كابتن والدي. اهلا بك كابتن احمد، تحياتي ليك وسعيد ان انا موجود مع حضرتك. حبيبي كابتن والدي، طول عمري موجود خلف الكواليس والحمد لله اول مره معاك امام الكواليس. حبيبي كابتن، منورنا كابتن حماده. منور حضرتك يا كابتن، وان شاء الله نقدم للساده المشاهدين جميعا حلقه لؤم تليق بيهم جميعا ان شاء الله. طبعا في قبل ما اتحدث مع الضيوف طبعا بحب ابارك واهنئ الكابتن محمد عبد الله المستشار الإعلامي بنادي المقاولون العرب ببرنامجه الجديد برنامج صوت الناشئين، ويختص بجميع قطاعات الناشئين المختلفة في جميع المراحل في جميع الأندية المختلفة أيضا. طبعا ما ننساش طبعا ضيفه الكبير أبو الناشئين الكابتن العلامة البارزة في الرياضة المصرية الكابتن إمام محمدين. كابتن وجدي سريعا، ايه اللي عندك بالنسبه للممتاز به؟ بالنسبه للممتاز به يا كابتن قبل ما نخوض فيه طبعا بنهني ايضا الزميل محمد عبد الله ببرنامجه الجديد، ربنا يوفقه باذن الله. تمام. الممتاز به يقوم اليوم مباريات المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه الاسبوع الثاني. يمكن ابرز الظواهر اللي شهرتها هي فوز بتروجيت على الداخليه بهدف نظيف، ودي الهزيمه الثانيه للداخليه يا كابتن. حضرتك عارف نادي الشرطه الان احد نادي اتحاد الشرطه الرياضي في القسم الثالث. تمام. اعتقد النادي الداخليه بعد الهزيمتين كده اعتقد ان هو موقفه هيبقى خطر، لان انت عارف حضرتك البدايات بتبقى مهمه جدا. اكيد طبعا. سيراميكا كليوباترا اليوم ايضا انتصر على النجوم بثلاث اهداف مقابل هدف ورفع رصيده لست نقاط. تمام. منتخب السويس حقق الفوز الثاني ليه اليوم ايضا وهو بالعلامه الكامله على التوالي. ست نقاط السنه على التوالي. تمام. النتائج كامله مع كابتن حماده، ولكن ابرز الظواهر سيراميكا في المقدمه ست نقاط، منتخب السويس ست نقاط، جمهوريه شبين اربع نقاط، الداخليه تزيل بدون نقاط ولا نقطه. نادي الزرقاء بقياده مدير الفن اللي هو رئيس النادي الحاج سمير موسى خسر اليوم، ولكن كان قبل كده حقق تعادل في الجوله الاولى وفوز في كاس مصر، هي اول هزيمه لمدير الفن رئيس النادي الحاج سمير موسى. عنده حماس جامد الحاج سمير، عايز يعمل محب للمكان شيء. هي التجربه دي كان الراحل كابتن محمود بكر كان بيقوم بها دايما مع نادي الاولمبي، ان هو كان بيقود الفريق فنان، والحاج سمير موسى كرر التجربه مره ثانيه مع فريق الزرقاء. المجموعه الاولى موجوده مع الكابتن حماده، وبعد كده نتكلم على الكابتن. طب نتكلموا على المجموعه اللي معاك كابتن حماده. طبعا في البدايه طبعا انت محضر لنا ايه بقى؟ محضر لك نتائج المجموعه الاولى ونتائج المجموعه الثانيه. تمام. وطبعا مفاجاه الممتاز به خلال المباراتين اللي فاتوا نادي النصر ونادي الداخليه زي ما الكابتن قال. تمام. نادي النصر طبعا كان له باع طويل او بيصعد في الممتاز الف، يعني المفروض ان هو بينزل بيصعد تاني. وفي وجود نادي الداخليه الاثنين متصدرين جدول المجموعه الثانيه. تمام. فده وصمه عرب متهيألي للنادي، يعني ما يلقش هذه النتائج ما تلقش باسم نادي الداخليه، لا تليق باسم نادي الداخليه ولا بنادي النصر ولا نادي النصر، لانهم طبعا ناديين كانوا موجودين في الممتاز. ولدينا العديد من الانديه العريقه، الشرقيه قسم ثالث، دمياط قسم ثالث، يعني الشمس قسم ثالث. طب نخلصوا النتائج بتاعت وبعدين نخش على القسم الثالث. ترسانه كمان يا كابتن يعني المفروض يكون من ابرز المرشحين. عمل ايه بقى ترسانه؟ ترسانه متعادل مع المريخ 1-1. تمام. كان في بورسعيد ولا في القاهره؟ ده التعادل في المريخ. ده التعادل الثاني له. تمام. كده بعد نتيجه مرضيه في قلب بورسعيد وبيلعب المريخ، برضه نتيجه تعتبر ايجابيه. المباراه الاولى متعادل على ارضه برضه، فكان واجب طبعا تصحيح المسار على الاقل يبقى معاه 4 بونت زيه زي بتروجيت، زي القناه، زي شبين الكوم. يتصدر المجموعه سيراميكا، المجموعه الثانيه سيراميكا منتخب السويس،
سيراميكا 6 بونت، منتخب السويس 6 بونت، متساوي معاه، متساويين معاه، جمهوريه شبين 4 بونت. القناه طبعا كابتن حمزه الجمل خبره كبيره كجهاز فني، اكيد طبعا راجل لباع طويل، وانا لعبت قدامه في الدوري السوداني، مدرب على قدر على كفاءه كبيره جدا من النواحي الفنيه. انت كنت ماسك الهلال السوداني؟ انا لعبت ضد الكابتن حمزه الجمل وانا ماسك الاتحاد السوداني، هو كان الكابتن حمزه ماسك الخرطوم. تمام. كوكا كولا 3 بونت، النجوم 2 بونت، الزرقاء زي ما الكابتن قال معاه نقطة، المريخ والترسانة تساوي وبرضه معاهم نقطة مع الزرقاء، 3 فرق في المجموعة الثانية معاهم نقطة، الزرقاء والمريخ والترسانة. تمام. والنصر والداخلية مفاجأة كبيرة، متزيلين دي تعتبر مفاجأة طبعا، بس ولكن احنا لسه في البدايات وبداية الأسبوع الثاني، إن شاء الله يبقى في تطور ملحوظ في النتائج لهذين الناديين العريقين. كابتن وجدي، جوابتك ايه بقى بالنسبه للقسم الثالث وحبك للنادي الشرقيه؟ قبل القسم الثالث يا كابتن، هو الممتاز به شهد اول اقاله بعد الجوله الاولى كابتن علاء ميهوب، تم اقالته من نادي الترسان، واعتقد ان انديه الممتاز به والقسم الثالث هذا العام مفيش فريق هيستنى على مدير فني اكتر من مبارتين ثلاثه. حضرتك عارف اللي بينافس من اجل الصعود او من اجل البقاء دوري صغير 12 فريق، خسارتين او ثلاثه هيؤدوا لتغيير جهاز فني. نادي الشرقية يا كابتن الآن في دوري القسم الثالث، وأكيد هذا لا يليق بمحافظة عريقة مثل محافظة الشرقية. تمام. الكلام ده ما حصلش من 12 سنة إن يبقى فيه ممتاز به ما فيهوش ولا نادي من الشرقية. نادي الشرقية نادي محافظة عريقة، يمكن لما كان في الدوري الممتاز من موسمين الناس كانت متابعة الحالة اللي الشرقية وعاملينها على الفيسبوك. وكان ولاد باللعيبة الشرقية. الشرقية ولادة باللاعبين يا كابتن، مش عاوزين نذكر على سبيل الذكر كان مهاجمين الأهلي في فترة. أحمد بلال. نادي الشرقية كان أحمد بلال. أحمد بلال وعماد متعب. أسامة حسني. ثلاثة كانوا مهاجمين الأهلي في فترة شرقوة. حلال اسماعيلي في ثلاث مواهب شرقوه شابه اللي هو محمد بيومي الديفندر اللي بيلعب حاليا، واحمد ايمن ومحمد الضرب، الثلاثه دول شرقوه وصاعدين. نادي الزمالك موجود فيه، نادي الاهلي موجود فيه، كل انديه مصر موجود فيها لعيبه من الشرقيه. ما ينفعش نادي الشرقيه وانديه الشرقيه كلها كابتن بتعاني من مشاكل اداريه. اتمنى مجالس الادارات تهتم شويه بكرة القدم. يعني عندك نادي الشرقية نادي اجتماعي كبير يا كابتن، ودكتور مجدي عزت ليه منا كل احترام وتقدير، ولكن اعتقد ان هم بيدوا اهتمام اكتر للامور الاجتماعيه اكتر من كرة القدم. طب ما زال التخبط الاداري موجود في الشرقية؟ الشرقية حاليا في استقرار اداري وفي مجلس اداره برئاسة دكتور مجدي عزت، مشرفين على الكوره الكابتن شادي مسعد والكابتن ابراهيم الباجوري. تمام. ولكن انا شايف وجماهير الشرقية شايفه ان الاهتمام بالنادي الاجتماعي والتطورات اللي فيه واعضاء الجمعيه العموميه اكتر نوعا ما من الاهتمام بكره القدم. تمام. في 6 انديه كمان من الشرقية كابتن في دوري القسم الثالث، يمكن ابرزهم نادي بلبيس برئاسه رئيس النادي المحترم الحاج حموده محمد حموده. تمام. وبقوده فنيا نجم الزمالك السابق كابتن مصطفى ابراهيم. يمكن ده الفريق الشرقاوي الثاني اللي بينافس من اجل المنافسه، لكن باقي الانديه كابتن من اجل المشاركه فقط. فقط لا غير. كابتن حماده، يعني تجربتك في السودان كمدير فني لنادي الاتحاد السوداني كان ممتاز تقريبا، ولا كان في كان الممتاز بيه؟ ما دربتش حاجه ممتاز بيه كده. يعني كان ممتاز الف اربع انديه لك في صور وفيديوهات فعلا شفناها صراحه ان حاجه كويسه، حاجه تليق باسم حماده الجمل. وحاليا في الفتره هذه يعني انت مريح لا كابتن الحمد ولا لله ولا ظروف الحرب مثلا؟ انا رجعت بسبب ظروف الثوره طبعا، وكل لعيبه المنتخب السوداني الاساسيين خرجوا، لان معظم رجال الاعمال اللي كانوا بيصرفوا على الهلال او المريخ او انديه القمه او بيصرفوا على الكوره عموما هناك دلوقتي بيقولوا عليهم كذان محبوسين في. طب تتوقع مستوى الهلال في دوري المجموعات مع النادي الاهلي؟ الاهلي يا كابتن الهلال بيجيد اللعب قدام الفرق العربيه، يعني ممكن تتفاجأ بالهلال السوداني مثلا قدام اي فرقه من افريقيا او من افريقيا الوسطى يؤدي مستوى متذبذب، او لكن قدام مثلا الفرق العربيه زي الاهلي زي الزمالك. تمام. برضه بينافس برضه يعني هو السنه اللي قبل اللي فاتت في دي في قوه منافسه. طبعا كان عامل ماتشات قويه جدا، وخرج سموحه قبل كده ومخرج الزمالك قبل كده. فالنجم الساحلي، الصفاقس التونسي، اتحاد العاصمه الجزائري لهم باع طويل ولهم خبره كبيره قدام الفرق العربيه. طيب معانا اتصال تليفوني من الاستاذ محمد حسونه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد، اخبارك؟ الحمد لله تمام. عضو مجلس إدارة مركز شباب كفر صقر ولا مشرف العام على الكرة؟ عضو مجلس إدارة مركز شباب كفر صقر والمشرف العام على الكرة. أنا توقعت كده بقى. طيب أخبارك كابتن محمد؟ الحمد لله تمام. الله كابتن أحمد ربنا
ربنا يبارك في حضرتك. ايه الجديد لمركز شباب كفر صقر؟ والله بالنسبه لمركز شباب كفر صقر احنا ماشيين بخطى ثابته بالنسبه للكوره، بادئين من قطاع البراعم. عندنا في قطاع البراعم 100 لعيب بسم الله ما شاء الله، مش موجود عندنا. وعندنا فرقتين في قطاع الناشئين بنلعب بيهم في دوري المنطقه ل 2001 و2003، وعندنا ال 2003 بتصدر المجموعه. طب كويس والله. و2001 ثالث المجموعه. وكان عندنا ال 2001 السنه اللي فاتت صعد القطاعات. طب الفريق الاول، اخبار الفريق الاول؟ الفريق الاول الحمد لله بادين فتره اعداد اهو، بقى لنا شهرين ومدعمين المكان بلعيبه كويسه، وربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله المكان من اجل الصعود ان شاء الله. رب التوفيق. كابتن محمد حسونه شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره مركز شباب كفر صقر بالشرقيه. كابتن وجدي، في اخبار نتائج للقسم الثالث؟ حابب بس اعقب على مداخله كابتن محمد حسونه. اتفضل. الراجل ده كابتن بصراحه دينامو مركز شباب كفر صقر، الراجل ده بيخطط الملعب بنفسه، يمكن الصفحه الرسميه ده الحب بقى. مركز شباب كفر صقر بحب المجال ده وبحب الحاجه يعني، هو مش مشرف على الكوره وقاعد على الكرسي بيتابع، لا هو بيقوم بنفسه يعمل كل حاجه. تمام. بتمنى لهم التوفيق، هو رئيس النادي الاستاذ محمد فاروق واكد، والمدير الفني الشاب كابتن طارق نصار، ده 39 سنه يا كابتن. تمام. صعد من موسمين بمنى القمح قسم ثالث، والموسم الماضي مع شباب كفر صقر وصل حتى المباراه النهائيه الفاصله، وهذا الموسم بدا فتره اعداد مع فريق كفر صقر، وجاله اكثر من عرض لتولي فريق في القسم الثالث، ولكن هو حابب انه يكمل مع فريق شباب كفر صقر، وباذن الله اتمنى لهم التوفيق ويصعدوا باذن الله ان شاء الله للقسم الثالث. قبل ما نستعرض نتائج القسم الثالث، طبعا انتظروا ان شاء الله مباراه منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين والكابتن عبد الستار صبري ونادي مدينه نصر على ملعب مدينه نصر ان شاء الله الاسبوع القادم، مباراه من العيار الثقيل. طبعا منتخب مصر للشباب ونادي مدينه نصر ان شاء الله باذن الله هنذيع تقارير لهذه المباراه، وباذن الله يعني يكون جو كويس يليق باستضافه منتخب مصر للشباب بنادي مدينه نصر. كابتن وجدي، سريعا كده بعض النتائج للقسم الثالث. بعض النتائج اليوم يا كابتن، نادي ديار بنجم تعادل سلبيا اليوم مع فريق ميت خلف، وفريق فاقوس ايضا تعادل خارج ملعبه اليوم مع مركز شباب تلا بدون اهداف، دي كانت مؤجلات. فريق البلاستيك ايضا اليوم استقال المدير الفني ليه الكابتن خالد، استقال ايضا. حصل اليوم يا كابتن حاجه طريفه، ان فريق الصف تفوق على فريق المصري للاتصالات بثلاث اهداف مقابل هدف. الصف كسب الاتصالات؟ كسب الاتصالات 3-1. الله يسلمك. وجماهير الصف يعني هتاف كده لذيذ، قالوا ايه الشبكه وقعت، يعني الشبكه وقعت. وفي مباراه جولدي ولا بتسقط؟ في مباراه جولدي اليوم حصل برضو حاجه طريفه، ان الفريق المنافس مش متذكره مين، انا شفتها قبل ما ادخل مع حضرتك. تمام. لقوا غرفة خلع الملابس خالية تماما من اللبس، يعني دايما بيحصل في دورياتنا. وارد والله، ولكن الشيء المحزن نادي السكة الحديد كان بيلعبنا الأسبوع الماضي فريق 99 يا كابتن، للأسف الشديد ثلاث ألوانات ضد من واحد. عرضناهم احنا يا كابتن، يعني احنا صورناهم بس، يعني معلش أنا بناشد المسؤولين الدكتور محمد عيد والكابتن كمان نبيل، طبعا لا يليق باسم نادي السكة الحديد العريق بالقاهرة، نادي اسم كبير، نادي جيد وفريقه في القسم الثالث، ما ينفعش ان انا اروح الاعب فرقه زي فرقه مدينه نصر لابسه طقم تقريبا البرتقاني ولا كان لبني؟ اللبني لابسه اللبني. وللاسف الشديد نادي السكه الحديد ثلاث لاعبين لابسين مختلف، اخضر فاتح، اخضر غامق، اعرق نادي في مصر يا كابتن، اخضر مش عارف ايه، وللاسف الشديد بدون ارقام على التيشيرت الخاص للمباريات، فمعلش بنناقش طبعا مصر حاجات يعني قليله جدا، لعيبه يعني انا شفت المنظر صراحه ذهلت، مش نادي السكه الحديد اللي يلعب بالوانات مختلفه داخل الملعب في مباراه، بالرغم ان فريق جيد جدا وحصل على بطوله منطقه القاهره الموسم الماضي وفريق جيد جدا بقياده الكابتن امين، ولكن هذه الثغرات او هذه التجاوزات طبعا الغير متعمده طبعا وفي ظل الظروف، ولكن الظروف ايه يا اسطى، ده ثلاث تيشيرتات مع بقيه تيشيرتات اللاعبين، كان موقف او حاجه يعني مش لطيف. كابتن وجدي، سريعا بالنسبه للنتائج عشان نخش برده نشوف القسم الثالث اليوم يا كابتن، الجوله الثالثه من المجموعه السادسه،
البلاستيك خسر على ملعبه من الماظه 1-0 ادت لاستقاله المدير الفني. الشمس تفوق خارج ملعبه على فريق الغابه بهدف نظيف. التامين تفوق على بطا بهدف نظيف. تمام. السكه الحديد على ملعبه فاز على سرايا القبه بثلاث اهداف نظيفه. تمام. بنها والشرطه تعادل سلبي. وطبعا من المحزن ان فريق اتحاد الشرطه في القسم الثالث يا كابتن. العبور تفوق على طوخ بهدفين، والاميريه تفوق على بهتين بهدفين نظيفين. دي المجموعه السادسه اللي معايا. طب كابتن حماده، بعض النتائج موجوده معاك ولا النتائج المجموعه الاولى ما اتكلمناش عنها الممتاز بها. نتكلموا عنها سريعا. طيب نعرضها نستعرضها كده. هو لهم كانت مؤجلات في القسم الثالث يا كابتن، يعني المباراه ما كانتش كتيره النهارده. تمام. مؤجلات. ماشي اتفضل. المجموعه الاولى اعلى فوز لنادي البنك الاهلي، وتحيه خاصه مني للكابتن احمد شعبان، هو الراجل المدير الفني وهو رئيس النادي والقائم. مدرب كفء جدا ويمتلك الدهاء والذكاء ويمتلك تكوين شخصيه مدرب يليق به الوجود في الدوري الممتاز. وفايزين على ديروت 3-0، الالومنيوم 1-0 على المنيا، شبان انا وبترول اسيوط 2-1، طهطا والاعلاميين تعادل 1-1 التعادل الايجابي، سوهاج وبني سويف 1-0 لسوهاج، تليفونات بني سويف والفيوم دول مأجله لغدا ان شاء الله باذن الله. بني سويف في المركز الاول، دي حاجة غريبة طبعا، التليفونات بني سويف تمتلك إمكانيات. تمام. أكبر من بني سويف بكتير جدا. وبني سويف تمتلك العلامة الكاملة 6 نقاط، ولكن 6 نقاط. البنك الأهلي في المركز الثاني، وتحية وتقدير لفرقة زي ديت يعني بذل مجهود كبير، معاه 4 بونت فوز وتعادل. بترول أسيوط 3 بونت، متعادل فايزة ماتش ومغلوبة ماتش. الفيوم برضو فايز ماتش ومغلوب ماتش 3 بونت. الالومنيوم فايز ماتش ومغلوب ماتش 3 بونت. شبان هنا برضو فايز ماتش معاه 3 بونت ومغلوب ماتش. الاعلاميين معاه 2 بونت. تليفونات بني سويف نقطة واحدة. تمام كابتن حماده. طبعا ما ننساش برضو قطاعات الناشئين بنادي المصنع الحربي، فوزه على نادي المصري فيكتوريا بالاسكندريه وتصدره مجموعه الاسكندريه المؤهله للقطاعات بحري. مواليد 99 بنادي المصنع الحربي يفوز على نادي المصري فيكتوريا ب3 أهداف مقابل لا شيء في المباراه التي جريت اول امس بنادي المصنع الحربي، وتصدر هذا الفريق دوري المجموعه. طبعا ما ننساش طبعا 2001 و2002 متصدر برضه. تمام. طبعا ما ننساش النادي النصر للتعدين بدا مبارياته بالفرق الخاصه بالنادي هناك، ما فيش خلاص فرقه موجوده في اسكندريه ولا القاهره، لغوا الكلام ده خالص. النادي اللي بيصرف على اللاعبين دلوقتي عاملين فرقتين او ثلاثه، هم دول اللي بيلعبوا من ابناء اسوان، وليس لا يوجد اي لاعب مغترب. وبدات بالفعل مباراه اليوم، ثاني مباراة فوزوا على مركز شباب إدفو بهدفين نظيفين عرضهما عبد الله زكريا السمان وعبده الشاذلي طبعا، ويعتبر متصدر فايز مباراتين برصيد 6 نقاط. طبعا كل التوفيق والأمال لناشئين نادي النصر للتعدين بأسوان. طبعا طبعا عايز حد عنده حاجة يقولها؟ انا كابتن. اتفضل يا كابتن. ماشي اتفضل يا كابتن حامد سريعا. عايز اجيد بلاعب موجود معانا في الفريق المصري، حضرتك شفته وقلت لي لازم يلعب طبعا في ال 99 ولازم يصعد فريق اول ويلعب معانا في ال 2001، هو اصلا مواليد 2003. اسم اللاعب زياد عادل شمس الدين. حضرتك انت اللي طلبت منه اسمي وطلبت يعني البيانات والمعلومات عنه. لاعب جاي جدا شفناه في الملاعب، حاجه كويسه. زياد شفته لاعب كويس، جسمه هايل 2003، ومن اللعيب المميزين جدا. برضو بالنسبه برضو اللي انضم اللاعب احمد او حارس مرمى احمد عبد السلام داوود لنادي المصنع الحربي مواليد 2001، بس بسم الله ما شاء الله حارس جاي جدا، حارس هديه. طب ماشي كابتن، جيبه لك كابتن. كابتن وجدي سريعا، عايز تقول حاجه قبل ما نختم؟ حابب طبعا يا كابتن اشكر الناس اللي واقفه جنبي واقفه معايا في المشوار الاعلامي. محمد السيد شندي طبعا مصورنا في نادي مدينه شند ولا شند؟ محمد السيد شندي. طيب انا بقى محمد السيد شندي خلاص. والمصور هو ملازم اول دلوقتي، كان مصور معاه محمد السيد عبد البر. تمام. وشقيقه الدكتور حامد السيد عبد البر واسامه. طيب برضه بنرحب باسره المشير واحمد سعيد الغامري. تمام. ومعانا محمد مالك
دول فريق عمل يا كابتن معلش ماشي يا كابتن. طيب برضو من ضمن صوتك على صوتك على صوتنا طبعا بنرحب باسره البرنامج وبنرحب بالاستاذه رهف الدري لانضمامها لاسره برنامج ملاعب بلدنا، وطبعا كل التحيه والتقدير لاسره العمل القائم على برنامج ملاعب بلدنا. انتظرونا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.